السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في الحلقة 13 من برنامج اللؤلؤ المكنون والمختص بعفة المرأة وحجابها. نريد في هذه الحلقة أن نطرح السؤال التالي: من المسؤول الأول فيما يتعلق بأحكام العفة والحشمة، الرجل أم المرأة؟ فلو نفترض أن امرأة خرجت سافرة أو متبرجة ورآها رجل فأخذ ينظر إليها بشهوة، فمن المحاسب الأول وصاحب الذنب الأعظم، المرأة أم الرجل؟ لازم نتأكد من هذه النقطة لأنها مهمة. الجواب إن كليهما مسؤولان، ولكن في مثل هذه الحالة المطروحة فإن المرأة مسؤوليتها مضاعفة لكونها كانت السبب في افتتان الرجال بها. لماذا؟ لكون المرأة هي عنصر الإثارة، وهي من بدأت بالمعصية، فلو كشفت مفاتنها معناها جعلت جسدها وزينتها كمصيدة لاصطياد الرجال، وبالتالي راح تسبب في وقوع الرجال ضعيفي الإيمان في الفتنة فيقعوا في شباكها. ولذا في سورة النور قدم الله سبحانه وتعالى الزانية على الزاني، قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وذلك لكون المرأة هي مصدر الإثارة. وأتذكر لما كنت ألقي محاضرة في أحد الجامعات كان بعض الشباب يقولون: ستولى البنات أذون بتبرجهن. هسه والتقريب المطلب سأضرب لكم المثال التالي: لو نفترض شفتي رجلان يبيعان الحلوى، أحدهما حلوى مكشوفة يحط عليها الذباب والثانية مستورة بغلاف مبتعد عنها الذباب، فأنتي من أيهما رح تشترين؟ طبعا من الحلوى المستورة لأن الذباب بعيد عنها، ولكن قد يقول البائع الأول بأن شعلي من الذباب فأني حر والمفروض الذباب يغض عينه عن الحلوى، ولكن يرد عليه بأن الذباب ترى هو طبيعته ينجذب للحلوى والأوساخ المكشوفة، ولذا لزم عليه أن يستر الحلوى كي لا يطمع بها. وهناك أيضا بعض الرجال الفسقة، والله تعالى وصفهم بالقرآن إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أن شهوته هي اللي سيرة وليس عقل العابد لله تعالى، ولذا تراه يتفاعل معها مباشرة كالذباب اللي تفاعل مع الحلوى. وهناك من لديه إيمان فلما ينظر إلى المتبرجة فيغض بصر طاعة لله تعالى ولكي لا تثار شهوته، ومنهم من يضعف إيمانه فيرمقها ببصره. والرجال لما يثارون خوب ما يجون ويخبروك بأنه أنت تسببت في إثارته، بل بعضهم يستجيب فيتحرش بك لأن يعلم أنك بتبرجك وجهتي له رسالة بأن يتحرش بك، والبعض الآخر يسكت ويكبت وينظر للثانية ويكبت وينظر للثالثة ويكبت إلى أن بعد يقوم يمارس الحرام والعياذ بالله. وهذا مو كلامي بل هو ما صرح به الرجال. فنحن ذكرنا سابقا بأن الرجل من ناحية تكوينية يختلف عن المرأة، منها أن الغريزة الجنسية عند الرجل أقوى منها في المرأة، ولذا فإن الرجل أقرب وأسرع في الإثارة من المرأة، وقد أثبت العلم ذلك، وأيضا الشريعة ذكرت ذلك قبل مئات السنين. فقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه لما كتب بعض الكتب كانت في بعض جواب مسائله حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وغيرهن من النساء لما فيه من تهيج الرجال وما يدعو التهيج إلى الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل، وكذلك ما أشبه الشعور. فقوله وما أشبه الشعور أي الأمر ما يقتصر فقط على كشف الشعر، بل يشمل حتى اللي تغطي شعرها ولكن تلبس الضيق أو تتبرج وتزين، فكل هذه الأمور هي سبب في إثارة الرجل الذي ينظر إليها. وهناك إحصاءات صرحت بذلك، فقد تم الاستماع لتقرير حول السفور والتحرش بالمرأة لمرتين مختلفتين زمنا وعلى محطتين فضائيتين علمانيتين. كان السؤال يتوجه إلى الشباب: هل تتحرش بالسافرة؟ وأجاب الكثيرون نعم. وعندما سئل هل تتحرش بالمحجبة بالحجاب الشرعي الكامل يعني غير المتبرجة، كان جواب الجميع كلا. إذن الحجاب يشكل سياج وحصن لحماية المرأة ودفع الأذى عنها. فالثياب والملابس عادة توجه رسالة إلى الآخرين لتحدد هوية ومهنة الشخص الذي يرتديها، وأيضا مدى انفتاحه والتزامه. فالأزياء ترمز إلى المهنة، وتارة إلى الديانة، وتارة إلى الجنسية، وتارة إلى العفة. فالشاب اللي ثيابه تعبر بأنه فاسق شاذ جنسيا مثلا، أو اللي لابس قميص مفتوح الصدر وبنطلونه نازل وطالع شورت الداخلي والعياذ بالله، ولابس قلائد تقول
يقول أنه مستهتر، بينما الذي يرتدي ملابس عادية لا نحكم عليه بالاستهتار ظاهرا إلا إذا عاشرناه وعرفناه من خلال سلوكه. وهكذا الحال مع ثياب المرأة، فحتى لو غطى شعرها ولكنها كانت تضع المكياج وتلبس الضيق، فهي توجه رسالة للجميع شئنا أم أبينا بأنها امرأة ناقصة العفة والحياء. بمعنى أنت المرأة غير المحجبة تعطى الضوء الأخضر للذكر، يعني للرجل، للتحرش بها والتقليل من احترامها، فهي تجملت بهدف أن تستجدي من الرجال نظرة وتسمع كلمة غزل. وإذا كانت لا تقصد ذلك فاعلمي بأن الرجل لا يفهم إلا هذه الرسالة من خلال التبرج وإبراز المظاهر والمفاتن. فلسان حال المتبرجة هو: يا رجال إنني جميلة، هل يوجد من يرغب في جمالي ورقتي؟ هلم إلي هذه مفاتني ومحاسني أعرضها عليكم فأنا أنثى. انتبهوا، هي تركز على الأنوثة، بينما المرأة المحجبة بحجاب شرعي كامل تعطى الضوء الأحمر للرجال بأن لا تسمح له بالاعتداء عليها وأذيتها ولو برمق البصر، ولا أن يتخيلها ويطمع بها. فلذا هي تفرض على الآخرين احترامها وتقديرها. فلسان حال المحجبة بالحجاب الشرعي الكامل هو: يا رجال إنني امرأة عفيفة وقد سترت مفاتني ومحاسني كي لا تطمعوا بها، فغضوا أبصاركم فأنا إنسانة، يعني تركز على إنسانيتها. إذا اعلموا ابنتي أختي العزيزة أن المرأة التي تحرص على سترها وحجابها الشرعي الكامل الظاهري والباطني فلها منزلة عظيمة عند الله وأهل البيت عليهم السلام، وبالأخص أمام زماننا الإمام المهدي سلام الله عليه، بل قد تفوق منزلتها منزلة علماء الدين العدول. ولكي تفهموا مقصودي سأذكر لكم ما قاله الشيخ محمد تقي بهجت حينما سئل كيف نرى الإمام الحجة عليه السلام، فقال: كان السيد محمد باقر السيستاني والد المرجع الكبير السيد علي السيستاني من علماء مشهد المقدسة، وقد قرر أن يقرأ زيارة عاشوراء 40 جمعة في 40 مسجد مختلف برجاء لقاء الإمام المهدي عجل الله فرجه، وفي الجمعة 38 أو 39 بينما كان يتعبد بالليل في أحد المساجد رأى نورا ساطعا من نافذة المسجد فاستعجل صلاته وخرج من المسجد ليرى مصدر النور، فوجده يسطع من أحد المنازل، وعندما وصل إلى ذلك المنزل دخل فوجد الإمام روحي فداه جالسا عند جنازة، وجرى حديث بينه وبين الإمام عليه السلام، وقال له الإمام عليه السلام: لا حاجة لزيارة 40 جمعة حتى تلقاني، كن مثل صاحبة هذه الجنازة وأنا أزورك في بيتك. قال السيد: ومن هذه يا سيدي؟ قال الإمام المهدي سلام الله عليه: إن هذه المؤمنة عندما كان رضا خان ينزع الحجاب قهرا عن رؤوس النساء جلست حبيسة بيتها 7 سنين ولم تخرج منه قط، وها أنا أرد جميلها وجئت لأصلي على جنازتها وسألقنها في قبرها. طبعا هذه الحادثة درس عظيم لنا وخصوصا للنساء بأن الإمام المهدي عليه السلام يفرح كثيرا عندما يرى الفتاة الموالية تلتزم بحجابها، وعندما يرى الشاب يحفظ عينه ودينه، بينما لو عصى فسوف يحزن إمام زماننا لأنه لو تجاهل أحكام العفة فسوف يعاقب. نعم قد يعترض الشاب قائلا: المفروض اللي تتحمل العقاب كله هي المرأة المتبرجة لأنها هي التي أغوتني، كما نسمع ذلك من بعض الشباب، وهذا رح الرد عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه.